بطولة الحمد لله حققنا الهدف ديالنا على الجينة هو أننا ندوزو لا فينال. لعبنا بواحد المستوى احترافي، لعبنا ضد فرق اللي هما مزيانين ولاعبات اللي تا هما ديال المنتخب، وكان كانوا الفرق تقريبا 40 فرقة 41 فرقة اللي كانت، كانوا لعابة اللي راهم مبتدئين، ولكن كان النيفو طالع هاد الشامبيونات د ماروك بحكم كاينين فرق اللي خدموا على ريوسهم وجدوا دي دام اللي كيلعبوا مزيان، والمنافسة راه كانت ولا بدا واحد غادي يدوز لا فينال. لعبنا مزيان نستحقوا ندوزوا للفينال، هذا هو اللي كاين. اليوم حضرتوا معنا غتشوفوا معنا لي فينال ديال شامبيون دي ماروك دام أول مرة، العدد تيدوز من 24 ثلاثية كتجي كل سنة، وصلنا ل 41 فئة عمرية بادية من 7 سنين حتى ل 50 عام بمعنى لا خوف على لا غوليف ديال البيتونك النسوية في المغرب. الأسبوع الماجي إن شاء الله غيمشيو يمثلوا المغرب في الديار الجزائرية باش يلعبوا الألعاب البحر الأبيض المتوسط، غيدخلوا مورا هاد لا فينال غيدخلوا في واحد تربص على الصعيد الوطني. الفرجة مضمونة لأن هادو اللي شفتوا قدامكم لي زيليت ديال المغرب بالنسبة للنظام. مرة أخرى مشكورين الإخوان ديال شوف تيفي. من بعد أسبوع على تنظيم بطولة المغرب الكبار اللي احتضنها مدينة مكناس اللي كانت في مستوى يعني جد رقي، اليوم حنا في الدورة الثانية ديال تنظيم ديال بطولة المغرب للإناث اللي عرفت مشاركة يعني رقم قياسي من عدد المشاركين اللي هو 41 ثلاثية لأول مرة كتسجل في تاريخ بطولة المغرب. الحمد لله الجامعة وفرت جميع الظروف لإنجاح هذه التظاهرة الكبيرة. النادي المنظم كذلك اللي يعني في ظرف ديال 48 أو 72 ساعة يعني استطاع أنه يوجد هذا الفضاء هذا في هذه الحله الجديده ديالو بملاعب كثيره اللي يمكن لها تستقطب هذا العدد ديال المشاركين. حنا الان في الاطوار النهائيه كان يعني مستوى تقني لا باس به، اليوم في الصباح كان المقابله ديال نصف النهائي اللي كان المستوى التقني ديالهم يعني جيد. حنا في انتظار المباراه النهائيه اللي ان شاء الله غادي يكون فيها التشويق والاطاره بين ثلاثيات جوج ثلاثيات في مستوى كبير. بسم الله الرحمن الرحيم، بدا قبل كل شيء صباحيه سعيده. تنشكروا بعدا قناة شوف تيفي على هذه الاستضافة هذه، وتنشكروا جميع الوسائل الإعلام اللي حضرات معنا في هذه البطولة هذه. كيف ما تتشوفوا بأن هذه بطولة المغرب إناث، اللي تنشكروا هذا النادي صراحة اللي أعطانا هذا الفضاء هذه باش أننا ننضموا في هذه البطولة هذه اللي بطولة اللي فريدة من نوعها لأول مرة تتكون بهذه الطريقة في المغرب. هاد البطولة هادي ارتأى المكتب الجامعي انه يغير جميع كيف التنظيم ديال المباراة ديال البطولات الوطنية. وكيف ما تعرف الجميع انه الحمد لله هاد السنة كان عندنا واحد الإقبال على من ناحية النساء على هاد الرياضة اللي هو كبير. كانوا قبل تيشاركوا في بطولة المغرب ما تتجاوز العدد 21 23 ثلاثية، الحمد لله اليوم كانت 42 ثلاثية اللي بانوا لنا فيها عناصر اللي يكون عندهم الكلمة ديالهم من بعد اللي غنتبعوهم إن شاء الله. وتنتمناو التوفيق لهذو اللي غيفوزوا، وتنتمناو وتنشكروا على الأندية اللي حبات أنه يصفط الفرق ديالهم، لحقاش كنا تنلعبوا بطولة المغرب على شكل فرق ديال العصب، لحقاش ما تيتواجدوش النساء في الأندية. الحمد لله دابا بدلنا بأنه بطولة المغرب تلعبوها بالأندية، وتقريبا واحد 30 نادي اللي شاركوا بالثلاثيات ديالهم. هذا كان تيبين بانه كاين واحد العمل لا من ناحيه القاعده لا من ناحيه الانديه لا من ناحيه العصاب لا من ناحيه الجامعه.